بسم الله الرحمن الرحيم. لقاءنا اليوم استكمال محاضرات مصطلح ميكانيكا المواعي. فلقاءنا هذا الموضوع مهم لطلبة هندسة المباني وطلبة هندسة التبريد والتكييف في مصطلح أساسية الحريات والمواعي. موضوعنا اليوم تطبيقات عملية عن السريان الحجمي، استكمال المحاضرة السابقة للوحدة الخامسة. سؤالنا اليوم: هواء يسري في مجرى مقطع مستطيل أبعاده 45×30، إذا كان معدل حجم السريان 420 متر لكل ثانية، وأن الكثافة الهواء 1.2 كيلوغرام لكل متر مكعب، بده أولا تحسب سرعة الهواء ومعدل كتلة السريان. تمام؟ زي ما أنتم شايفين هذا الشكل عبارة عن مقطع. هذا المقطع تدريجيا يتحول إلى مقطع مساحي آخر، عندنا المساحة في المقطع الأول وفي المساحة للمقطع الثاني. مطلوب نوجد السرعة ها وكذلك معدل كتلة السريان. تمام؟ من القانون U معدل السريان الحجمي تساوي المساحة، مساحة المقطع مضروبة في السرعة، مضروبة في السرعة. إذا السرعة بتساوي كيو على A، وعندنا معطى في السؤال كيو 420 متر، بدنا نحولها لمتر مكعب، تضرب 10^3 على المساحة. تمام؟ المعطى في السؤال مساحة موجودة، ومنها إحنا نوجد السرعة بكل سهولة. تمام؟ عشان نجيب الريت ماس اللي هو الكتلة، معدل تغيير الكتلة، واحنا عندنا كيو موجودة بنضربها في الدنسيتي في الكثافة، والكثافة عندنا معطى في السؤال، عطانا اياها معطى في السؤال، فنضربها في اللي هو كيو. طبعا كيو بعد ما ضربناها في 10^3 بتصير 0.42، وبتصبح عندنا الكتلة، معدل تغيير الكتلة تقريبا 0.5 كيلوغرام لكل ثانية. ثانيا مطلوب السؤال: إذا ضاق المجرى تدريجيا إلى أن أصبح المقطع المساحة، هذه الجزء الثاني من المساحة من المقطع اللي احنا شايفينه الآن. تمام؟ إذا ضاق المجرى تدريجيا إلى أن أصبح المقطع بالمساحة هذه، فكم تكون السرعة المتوسطة في هذا المقطع عند السريان؟ هنا نوجد الكيوف الأول اللي هي تساوي المساحة في السرعة، ومنها نوجد السرعة تساوي سرعة المقطع الثاني تساوي المساحة مضروبة في السرعة على مساحة الطرف الثاني من المصفوة أو من المقطع، وبالتعويض تحصل على النتيجة. بتعوض اللي هو عندك مساحة المقطع الأول موجود على مساحة المقطع الثاني. تمام؟ هاي المساحة موجودة وهي المساحة الثانية موجودة، تقسم مساحة على مساحة، تضرب في السرعة اللي احنا حصلنا عليها في الجزء الأول من السؤال. تمام؟ وبنحصل على السرعة في المقطع الثاني. سؤال آخر: ماء يضاف لخزان بمعدل 40 لتر لكل ثانية، ويسحب من الخزان خلال أنبوب قطرة 5 سنتيمتر بسرعة متوسطة من عبارة 20 متر لكل ثانية، أوجد كتلة الماء من الخزان. زي ما أنتم شايفين بتم إضافة كمية من الماء إلى هذا الخزان 40 لتر لكل ثانية. إيش يعني 40 لتر لكل ثانية؟ كل ثانية بدخل تقريبا 40 لتر في هذا الخزان. في نفس الوقت يخرج من هذا الخزان ماء بسرعة 20 متر لكل ثانية من خلال مقطع قطره 5 سنتي. تمام؟ المطلوب إنك توجد كتلة ماء الخزان. شوف إيش بضل عندنا في العملية هذه، ماء موجود داخل هذا الخزان.
المعدل الحجمي كيو 40، تمام، معطينا اياها باللتر، تمام، تقسم على 1000 عشان تطلع بالمتر، بالمتر مكعب، تمام. المعدل الكتلة، معدل الكتلة طبعا احنا نحكي عن فلويد الماء 40 على 1000 اللي احنا حصلنا عليها من فوق، ضرب 1000، ال 1000 الثاني هذه ليش؟ هذه كثافة الماء عشان نطلع معدل التغير في الكتلة، تمام؟ فأصبحت 40 على 1000 عشان نحولها لمتر مكعب، ضرب 1000 الثانية عشان ايش؟ عشان نضربها في الرو في الكثافة، فتصبح عندي 40 كيلو جرام لكل ثانية، 40 كيلو جرام لكل ثانية، تمام؟ معدل كتلة سريان الماء الخارج من الخزان، بدنا نشوف كتلة السريان الماء الخارجة من الخزان، تمام. بنقول ان الكتلة، كتلة الماء الخارجة من الخزان، احنا بنحكي عن كتلة الماء اللي هتخرج من القطر 5 سم، تمام، من قطر 5 سم من هذه الفوهة البسيطة بنحسب كتلة الماء، تمام. اذا كتلة الماء بتساوي اللي هو ايه؟ الكثافة رو ضرب السرعة معطى عندنا بالسؤال 20 متر لكل ثانية في المساحة، وهي 5 سنتي، تمام، بعد ما قسمناها عشان تتحول لمتر، تمام، مضروبة في السرعة، إذا هذه المساحة مضروبة في السرعة مضروبة في الكثافة، أعطيني 39.3 كيلو جرام لكل ثانية. تخيل 39 كيلو لكل ثانية بخرج من هذه الفوهة اللي هي 5 سنتي، تمام. بالمقابل يدخل من أعلى تقريبا 40 لتر لكل ثانية، يدخل من أعلى، تمام، أو إحنا حسبناها بالكيلو، بالكيلو حسبناها 40 كيلو، يعني يدخل من أعلى 40 كيلو ويخرج تقريبا 39 وشوية كيلو، يبقى في الخزان اللي هو أقل من 1 كيلو، يبقى في الخزان في معدل تزايد في الخزان تقريبا 0.7 كيلو جرام لكل ثانية، أقل من 1 كيلو، تمام. نشوف سؤال آخر، مثال سريان ماء مستقر من خلال فوهة، فوهة تنبوب كما هو موضح في الشكل، وسرعة الماء تتغير على طول المحور حسب العلاقة، معطينا السرعة، سرعة الماء في علاقة، تمام، العلاقة تساوي السرعة النهائية تساوي السرعة الأولية، أو سرعة الدخول أو سرعة الخروج تساوي سرعة الدخول، تمام، بعلاقة R مرفوعة إلى S على 4L، تمام، والأس زي ما أنتم شايفينها هو الطول المجرى هذا حتى المنتصف تماما، والL طول المجرى ككل، تمام، طبعا مضروبة في E مرفوعة إلى S على 4L، تمام، ربط السرعة بأطوال المجرى أو أطوال الأنبوب، تمام. أوجد العلاقة التي تربط مساحة المقطع الفوهة بالبعد، يعني إنك تحاول توجد علاقة تربط المساحات بالأطوال، إحنا نجحنا عندنا علاقة هام المساحات بالأطوال، وبده علاقة تربط المساحة بالأطوال خصوصا بالطول هذا S، تمام. كم تكون مساحة المخرج للفوهة؟ إذا كانت مساحة المدخل ربع متر مربع، اعتبر سيارة مستقرة أو غير منضبطة، بدو مساحة المقطع الطرف الآخر، تمام، إذا كان عندنا معطينا مساحة الطرف الآخر، تمام. تعال نشوف السريان الماء الثابت، مهم جدا في حالنا إنه تكون دائما السريان الماء الثابت عشان كل المتغيرات الأخرى يتم اللي هو تحليلها. كيو معدل السريان الحجمي بده يساوي اللي هو السرعة في المساحة الاريا يساوي ثابت، بناء على النظام عندي مستقر ثابت، منه أن السرعة في المساحة بطرف بطرف المخرج بده يساوي السرعة في المساحة مدخل في المدخل الانبوب أو الفوهة، تمام، قانون احنا اخذنا
في المحاضرة السابقة حول الجريان الحجمي أو معدل السرعان الحجمي. منها بنقول أن المساحة هذه مساحة المخرج، مساحة الطرف هذا بده يساوي سرعة المدخل على سرعة المخرج مضروبة في مساحة المدخل، تمام، مضروبة في مساحة المدخل. من القاعدة تمام المساحة تساوي سرعة المدخل مقسم على سرعة المخرج مضروبة في المساحة، مساحة ايه؟ مساحة المدخل هو هذه، تمام. واحنا معطينا في السؤال، معطينا معطى اللي هي العلاقة تربط السرعات في الاس في ال، هذا المعطى في السؤال، تمام. منها لو عكسنا هذه تحت وهذه فوق بصير هذا بالسالب، سرعة المدخل على المخرج بتساوي دي ناقص اس على 4، تمام. وبنعوض القيمة هذه بنحطها بدل هذه، تمام، لأنه هذه القيمة بتساوي الطرف الأقل منها، وبنرفع هذه القيمة اللي هي النسبة والتناسب ما بين السرعات ونضع ما تساوي حسب المعطى عندنا في السؤال، نحط هذه القيمة. إذا أصبح في عندنا علاقة تربط المساحات، تمام، تربط المساحات بقيم S و L اللي هي أطوال المجرى أو طول الأنبوب، تمام. ومعطينا هو بعض تعويضات، المساحة المدخل معطيني إياها، وعندنا ال تساوي S، ممكن إيجاد اللي هو المساحة بتعوض وبتوجد اللي هو المساحة، مساحة المخرج، وتساوي 0.19 أو 195 متر مربع، تمام. معظم هذه الأسئلة تعويض مباشر. هذا السؤال آخر خلينا زيه، سؤال الخزان السابق 40 لتر لكل سنة، نفس الفكرة، ما يضاف للخزان موضح الشكل ومعدل 30 لتر لكل ثانية، ويسحب من الخزان خلال الأنبوب قطره 5 سنتي بسرعة متوسطة من إضافة 20 متر لكل ثانية، أوجد معدل التزايد أو تناقص الكتلة، يعرف ماذا يحصل داخل الخزان من تزايد أو تناقص كتلة الماء، تمام. معطيني هو الدخول 30 لتر، هو معطيني أيضا في الخروج نفس الشيء 5 سنتي القطر، وعندي السرعة 20 متر لكل ثانية، وبدنا نوجد التناقص أو التزايد، نوجد في معدل تزايد أو تناقص الكتلة داخل الخزان، تمام. معدل حجم سرعان الماء داخل الخزان 30 لتر لكل ثانية، تمام. منها نوجد الكتلة رو في كيو، تمام. إذا 30 في 1000 عشان نحولها من لتر لمتر مكعب، على 1000 اللي هي كثافة الماء، ويساوي 30 جرام لكل ثانية، تمام. معدل كتلة سرعان الماء خارج من الخزان عشان نشوف في تناقص أو تزايد، إحنا الداخل في الخزان طلع 30 كيلو جرام لكل ثانية، في الخارج من الخزان بدنا نحسبه أيضا عشان نشوف الكتلة الخارجة من الخزان. الكتلة الخارجة من الخزان بتساوي المساحة المقطع، ومعطينا هو 5 سنتي، في السرعة معطينا 20 متر لكل ثانية، في كثافة الماء، تمام. إذا كثافة الماء 1000 في المساحة، هاي المساحة، تمام، في إيه؟ في السرعة. إذا معطينا النتيجة 39.3 كيلو جرام لكل ثانية. هل الكتلة تتزايد داخل الخزان أم تتناقص؟ بدنا نشوف. إذا معدل الخروج أكبر من معدل الدخول، فإن كتلة الماء الموجودة في الخزان تتناقص، ويكون معدل تناقص كتلة الماء 39، تمام، ناقص 30. لاحظ أن الخارج من النظام 39 كيلو والداخل في النظام 30 كيلو، تمام. إذا إحنا في عنا تناقص في الكتلة،
9.3 كيلو جرام لكل ثانية. في عملية طبعا بعد فترة زمنية الماء الموجود في الخزان لا يكفي لاحتياجات في حال لو كان في سحب ماء وسط مرحلة السحب، حتى يصل لمرحلة أنه يتناقص كتلة الماء داخل الخزان لمرحلة أن تنتهي هذه الكتلة ويصبح لا يكفي الكمية المتواجدة والداخل بالخزان لاكتفاء حاجة السكان. مثال آخر، خزان وضع بالشكل يدخل إليه الماء عن طريق المدخل 1 و2 ويخرج عن طريق مخارج 3 و4. المخرج رقم 4 عبارة عن ماسورة عرضة 5 ملم، يعتبر سريان الماء مستقر. يحسب بده معدل كتلة سريان خلال المخرج 4. زي ما انتم شايفين بالشكل عبارة عن مداخل ومخارج للخزان، تمام؟ عبارة عن خزان فيه له مدخلين وفيه مخرجين، تمام؟ في حالة الاستقرار أو الثبات فإنه ما دخل من كتلة ماء يساوي مخرج، ما دخل من كتلة ماء يساوي مخرج، تمام؟ إذا الكتلة في طرف لا تساوي كتلة في الطرف الآخر. بما أن السريان مستمر فإن معدل كتلة السريان الخارج من الخزان يساوي معدل كتلة السريان الداخل في الخزان في حالة الاستقرار والثبات. منها الأم 3 زائد أم 4 بده يساوي الأم 1 زائد الأم 2. المخارج كتلة الماء الخارجة من النظام بدها تساوي كتلة الماء الداخل في النظام. وعلي نحسب ونشوف الفاصل الباروميتر اللي هو بده اياه ونجيبه، تمام؟ منها كتلة 4 بتساوي أم 1 زائد أم 2 ناقص أم 3، تمام؟ ناقص أم 3، فإحنا بدنا معلومات عن كتلة 4. عليه ناخذ عامل المشترك اللي هي رو، انتوا عارفين عشان الرو كل كتلة، ما هي الكتلة عبارة عن كيو ضرب رو، رو ضرب كيو للأولى زائد الثانية والثالثة، وكيو الأولى شو بتساوي؟ السرعة في المساحة، أي والثانية السرعة في المساحة، والثالثة يعني الناقص سرعة في المساحة. تقول لي طب وين هالمساحة؟ ما هي الدياميتر مش مساحة، طب ما هي ضايعة على 4 مضروبة في الدياميتر الأولى والثانية والثالثة. إذا القانون واضح، رو كيو، أين كيو؟ هي رو الأولى في كيو الثانية، هي رو مضروبة في كيو، ورو مضروبة في كيو، ورو الكثافة مضروبة في كيو الثالثة، تمام؟ ومنها نوجد الكتلة 4، تمام؟ ونعوض زي ما أنتم شايفين، بنعوض الألف دي كثافة الماء باي على 4 ضرب السرعة دي 1 15 والثانية 15 والثالثة السرعة الثالثة 15، لكن ممكن ناخذها عامل مشترك خارجي بس أنا خليتها بالعمدة عشان ما تتلخبطش، تمام؟ والدياميتر الأول فالثاني فالثالث، وبطلع في الأخير أنا عندي 18 كيلو غرام لكل ثانية. هذه كتلة اللي هي إيه؟ كتلة الماء الخارجة من الفوهة 4، كتلة الماء الخارجة من الفوهة 4، تمام. مثال آخر في عندي زي ما انتم شايفين أنبوب، تمام؟ هذا الأنبوب الـ AB في له كتلة، في له كمية سريان U4، معطيني الدياميتر للأنبوب هذا 2.2، تمام؟ وبتفرع مباشرة في أنبوب آخر دياميتر تبع 1.2 متر، ومن ثم بتفرع في فرعين CE والCD U1 و U2، معطينا السرعة في الأنبوب الأول، ما عنديش معلومات عن السرعة هذا،
ما عنديش معلومات عن الديناميت الآن، ما عنديش معلومات عن السرعة، تمام؟ وإيش بده؟ هو اللي بده شايفين، هو اللي انتبه أنه البرانش CD هذا الفرع هذا CD is 0.8 متر in diameter at period 130 of flow in AB. إيش يعني؟ يعني الكيو هذا الكيو هذا CD تلت الكيو أربعة تلتة، يعني مدام تلتة يعني CE هذا 2 على 3 هذه 1 على 3 من Q، إذا CE هذا 2 على 3 من Q لأنه مجموع هذه زائد مجموع Q الثانية إذا تساوي Q 4، تمام؟ إذا 1 على 3 Q زائد 2 على 3 الثانية تساوي اللي هي Q 4، تمام؟ ومعطينا الـ velocity في البرانش اللي هي CE 2.5، بقول لي اوجد الفوليوم ريت فلو ان اي بي، بده هو ايه؟ بده الفوليوم كيو، يعني بده كيو 4، لان هي كل قصتنا ان احنا نوجد كيو 4، ان اوجدنا كيو 4 اوجدنا كيو 1 اوجدنا كيو 2 من علاقتها الثلث و2 على 3 من كيو 4. بدك توجد الفيلوسيتي ان بي سي وايضا السرعه بالسي دي والدياميتر في الاس دي. كل هذا كلام بسيط اذا احنا وجدنا كيو 4، لانه مباشره من كيو 4 احنا ممكن نوجد كيو 1 وكيو 2 وبنعوض بالقانون وبنوجد الناقص هنا السرعه وبنوجد الناقص هنا الدياميتر، وكذلك اذا وجدنا اذا بده هان اللي هو الفيلوسيتي البي سي توجدها مباشره لانه كيو 4 تساوي كيو 3، تمام؟ تعال نشوف كيو 4 يساوي الاريا في الفيلوسيتي في المساحه السرعه، تمام؟ باي على 4 2.2 تربيع ضرب 3، ايش الثلاثة هذه؟ متر لكل ثانية، ويساوي 11.4 متر تكعيب لكل ثانية، تمام؟ منها نوجد السرعة في المقطع بي سي، السرعة في المقطع بي سي، احنا في حالة الثبات أو الاستقرار فإنه كيو 4 يساوي كيو 3. تمام، إذا السرعة تساوي كيو 4 على الضي على 4 على المساحة على الدياميتر اللي هي 1.2 زي ما شايفين اللي هو باي على 4 وهذا تربيع، إذا 10 متر لكل ثانية السرعة في هذا المقطع، السرعة في إيه؟ في هذا المقطع. تمام، بنكمل بده السرعة في مقطع سي دي، سي دي في المقطع الجزئية هذه بده السرعة، وبقول لي انتبه، ما هو أعطيتك أنا معلومة إنه كيو 4 تساوي 1 على 3 كيو 1. تمام، إذا 11.4 مقسم على 3، إذا 3.8 متر مكعب لكل ثانية، هذه الكيو التي تمر في الإيش؟ في الفرع كيو 1، تمام؟ في الفرع هذا حصلنا على كيو 1 معدل التغير الحجمي أو كمية الماء، كمية سريان الماء اللي داخل في هذا الفرع 3.8. تمام، مادام أوجدنا 3.8 اللي هي كيو 1، تمام، كيو 1 منها بنقول أن 3.8 تساوي كيو 3 وتساوي الـ A الأريا في السرعة، ومنها باي على 4 0.8، لأنه معطيني في السؤال الدياميتر للبرانش هذا زي ما أنتم شايفين 0.8 متر. بدل ما اعطيه 0.8 بعوض الان في السرعه، وانا بدي السرعه اصلا في المقطع هذا. اذا السرعه في السي دي تساوي 7.5 متر لكل ثانيه. طيب جزئيه اخيره في هذا الموضوع، بده مساحه المقطع سي، بده مساحه المقطع سي، عشان اوجد مساحه المقطع سي بدي اجيب كيو، وانا عندي السرعه موجوده. تمام،
مساحة المقطع سي إذا تساوي 2 على 3 كيو 4. حكينا حكينا بما أنه الفرع الأول تلت القيمة تلت كيو 4، فأنا أكيد الفرع الثاني حيكون 2 على 3 كيو 4. تمام، إذا بنقسم الكيو على السرعة اللي هي 2.5 معطى بالسؤال السرعة اللي برانش هذا الفرع هذا، هاي السرعة معطى بالسؤال، وكيو 2 اللي تساوي 2 على 3 كيو 4 اللي ها داخل في النظام. ما دام الكيو عندي موجودة والسرعة عندي موجودة بوجد المساحة، بوجد ايه؟ بوجد المساحة، قسمت على 2.5 طلع عندي المساحة تساوي 3.04 متر مربع، متر مربع. بنكمل مثال آخر. هذا بستون الديامتر تبعه 50 مليمتر، بتحرك من خلال سلندر 51 مليمتر اللي هو الديامتر تاع السلندر هذا 51 مليمتر، والبستون ديامتر تبعه 50 مليمتر. تمام، وزي ما انتم شايفين انه هذا البستون بتحرك، بضغط كمية من الماء، بتحرك بسرعة 20 مليمتر في الثانية هذا البستون، ولك مطول بي دايفورسيتي هتوجد ووتر سكيرز بتوين البستون والسلندر الجدار تبعه الوول تبعه، بده توجد له السرعة أثناء هروب كمية الماء من خلال الفراغ اللي ما بين البستون وما بين الجدار تبع السلندر. تمام، احنا عندنا الدياميتر تاع البستون موجود، يعني مساحة البستون احنا عارفينها ومساحة السلندر معروفة. تمام، وعندنا سرعة اندفاع الماء نتيجة اندفاعه من خلال أو ضغطه من خلال البستون 20 مليمتر كل ثانية. تمام، بدك توجد اللي هو ايه سرعة هروب الماء نتيجة انضغاطه ما بين الجدار تبع السلندر وما بين البستون. تعال نشوف، كيو مباشرة بنجيبها من المساحة. تمام، في السرعة البستون بيدفع كمية من الماء. تمام، بنحاول نعرف هذه الكمية أو معدل السريان طاي على 4 50 اللي هو الدياميتر تبع البستون 10 ناقص عشان تحول من ايه من مليمتر، تضربها في 20 اللي هي البوريسيتي مضروبة 10 ناقص 3 برضه عشان تحول لمتر، وبطلع لنا كمية من الماء اللي بدفعها البستون. تمام، وبنقول عند الثبات فانه ما تم دفعه من البستون هو ما تم هروبه من خلال الجدار ما بين الجدار والبستون في الفراغات هذه. طبعا المنطقة هذا مغلقة فأنت بتدفع كمية الماء فليس له مفر إلا أن يهرب من خلال اللي هو الفراغ هذا، الفراغين اللي فوق واللي تحت، يعني كمية ما تم اندفاعه كمية الهروب تقريبا للماء في حالة الاستقرار. تمام، فإذا كيو بتساوي كيو ما تم دفعه من البستون يساوي ما تم هروبه من جوانب البستون. تمام، ومنها بنقول مثلا كيو اصبحت عندنا معروفه. تمام، والدياميتر بنحاول نجيبه هو الفرق ما بين الاثنين ال 51 وال 50. تمام، مضروبه في السرعه، في سرعه الهروب، سرعه هروب الماء من خلال هذه الفراغات، وبنوجد ونوجد السرعة تقريبا نص متر لكل ثانية. تمام، سرعة كبيرة. سؤال آخر، سؤال آخر يتبع غاز قانون
B تساوي كونستانت تساوي رو في دي. تمام، معطينا قاعدة أنه الـ B تساوي ثابت، B اللي برشر ثابت ويساوي الـ A تبرشر مع الـ density رو في الـ A في درجة في ثبات الحرارة. تمام، رو في درجة الحرارة في دي، ويتدفق بثبات في أنبوب أفقي بقطب ثابت. تمام، في أنبوب عندنا قطب ثابت يعني مساحة ثابتة أيضا، مش بس إنه بي ثابت. تمام، وتساوي رو في دي. أيضا عندنا أنبوب أفقي بقطب ثابت، يعني أنبوب قطبها ثابت، مش تحولات في الأنبوب، وبالتالي المساحة ثابتة. إذا كان التدفق متساوي الحرارة ونسبة الضغط في القسمين تتبع قاعدة اللي هي بي واحد على بي اثنين تساوي 8 على 7، نعطيه نسبة من المدخل والمخرج في الضغوطات تتبع قاعدة 8 على 7. أوجد نسبة بين سرعة الدخول الغاز وخروجه، أوجد نسبة بين سرعة دخول الغاز وخروجه. هات نشوف، نقول كتلة ما دخل تساوي كتلة ما خرج في حالة الاستقرار أو الثبات. منها بنفك الكتلة سي رو في السرعة في المساحة لطرف، بده يساوي رو في السرعة في المساحة لطرف الآخر. تمام، حكينا إنه المساحات متساوية، فيش تغيير في المقطع. تمام، بناء على معطى السؤال قطر ثابت، فاكر حكينا. إذن السرعة واحد على سرعة اثنين، سرعة المدخل على المخرج بده يساوي ايه؟ رو اثنين على رو واحد، لأنه الرو عندنا لا يتبع ليس ثابت. وبما أنه معطى عندنا بالسؤال أنه بي تساوي رو في تي وساوي ثوابت. تمام، إذن بنقول أنه البي واحد على بي اثنين ممكن تساوي الرو واحد على رو اثنين، وتساوي البي اثنين على بي واحد تساوي سبعة على ثمانية. تمام، بي واحد هل جبنا القاعدة هذه، بي واحد على بي اثنين تساوي رو واحد على رو اثنين، سواء بأي قاعدة سواء. تمام، تمام. ومن واحد بي اثنين على بي واحد تقلبها، بي اثنين على بي واحد تساوي يعني تساوي رو اثنين على رو واحد عكس هذه، إذا سبعة على ثمانية تساوي سبعة على ثمانية. تمام، تساوي سبعة على ثمانية، جبناها سبعة ثمانية من المعطى بالسؤال، عكسنا هذه بي اثنين على بي واحد سبعة على ثمانية. تمام، سؤال إضافي أو سؤال أخير. يسري زيت كثافته النسبية، ركز أنه في بيجيك موضوع كثافة النسبية وبعطيناش الكثافة عشان تفهم أنه الرقم الموجود يربط في اللي هو كثافة الماء. تمام، يسري زيت كثافته النسبية 0.83 في خط أنابيب بسرعة 2 متر لكل ثانية عبر أنبوب قطرها 20 سنتي، وفي الطرف الآخر معطينا قطر 15 سنتي، واللي أوجد السرعة عند المخرج. تمام، واللي أوجد السرعة عند المخرج. أنتوا شايفين هذا الأنبوب معطينا الديامتر 20 سنتيمتر والفيلوسيتي 2 متر لكل ثانية، من الطرف الآخر معطينا الديامتر 15 سنتيمتر. هو اللي أوجد السرعة، بده السرعة بالطرف هذا. تمام، بقول لي أوجد السرعة بالسكشن هذا مباشرة. بنعوض بالقانون معدل السرعة الحجمي للطرفين بي واحد اي واحد تساوي بي اثنين في مساحة عند المخرج. إذا بي اثنين
السرعة هان عند المخرج بتساوي في واحد اللي هان مضروبة في مساحة المقطع اللي هان طرف هذا على مساحة المقطع المخرج على المساحة هان. تمام؟ وبنعوض بنعوض إذا في اثنين تساوي باي على أربعة باي على أربعة ديامتر تربيع ديامتر تربيع السرعة ديامتر بقول ثانية نختصر تساوي السرعة 3.5 متر بقول ثانية. هذا الجزء الأول من المطلوب. الجزء الثاني هو المصري تكلو المتريك سلاك بر بقول ثانية وبده أيضا اللي هو نصو ان كيلوغرام لكل ثانية. بده الماسريت الوحدتين بالكيلوغرام لكل ثانية وبده اياه بحاجة اسمها ايه سلاك لكل ثانية. مباشرة احنا بنجيب البيو الفيلوسيتي في الاريا باي الاربعة وجدناها السرعة تساوي متر مكعب لكل ثانية. عشان نجيبها بالكيلوغرام لكل ثانية نضرب في ايش؟ في الكثافة، واحنا عندنا الكثافة النسبية، فنضرب كثافة الماء عشان ايه؟ تطلع هذه مع هذه تطلع كثافة الماء. فأصبح عندي كيلوغرام لكل ثانية اللي هو طالبه. عشان نوجدها بوحدات السلاج مترك سلاج لكل ثانية بنقسم على الجاذبية الأرضية 9.81 تطلع 5.32 مترك. لكل ثانية. هسه لما اضافها التعويض مباشر تمام في الوحدة الخامسة وبالتالي احنا نكون انهينا لقاءنا اليوم وانهينا الوحدة الخامسة. هنبدا معكم في السريان الديناميكي وهندخل في عدة قوانين وتطبيقات مهمة جدا هتلزمنا في المساق القادم اللي هو تدفع الصرف الصحي وبالذات عن قاعدة برنولي وتطبيقات عن قاعدة برنولي مهمة جدا في شغلنا. تمام؟ إلى لقاء آخر إن شاء الله قريبا.